وصحبه ومن والاه. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حصنت نفسي وإياكم بالحي الذي لا يموت، ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكرهم بأيام الله. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى الآيات العظيمة التي شرفنا بها الله عز وجل، قال وذكرهم بأيام الله. إن لله عز وجل نفحات، وإن لله عز وجل أيام يفتخر بها المسلم ويفتخر بها الأحرار في كل مكان. الجزائر، وما أدراك ما الجزائر؟ نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الجزائر. أحب من أحب وكره من كره. هذه الأرض المسقية بدماء الشهداء، هذه الأرض الطاهرة الزكية التي شرفها الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهي مرتبطة بعقيدة صحيحة كان شعار الثوار فيها مع أول رصاصة في ليلة نوفمبر، شعارها الله أكبر. فنقول الله أكبر، الله أكبر، كما قال الحاج سعيد ربي يحفظه إن شاء الله، اللي كان أحد رموز هذه الثورة، وكان أحد رموز هذا اليوم، هذه المعركة التي نحتفل بها اليوم، لأن التذكير بأيام الله هذه عقيدة. محبتنا لهذا الوطن، كان الوالد رحمه الله حاج محمد صديق الوالد حبيب الوالد، كان ياخذنا واحنا صغار 5 سنوات 4 سنوات يدينا معه نحتفل بليلة الاستقلال واول نوفمبر. هذا الدماء التي تجري في عروقنا، هذا المحبة للوطن التي تجري في عروقنا، زرعها فينا الآباء والأمهات، وسنزرعها إن شاء الله في الأبناء وفي الأحفاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. حب الوطن من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة التفت وقال لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، وكانت أحب البقاع إليه صلى الله عليه وسلم مكة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، فنحن نحب مسعي، نحب الجزائر. تعلق بالوطن من أعظم العقائد التي يجب أن يتشرف بها الإنسان. معليش أن نختصر ما كثرش كلام، لأن